بفضل جهود حرفيات كرسنا أوقاتهن وجهودهن من أجل إحياء هذا التراث، وهن على استعداد تام لاستقبال أي فتاة راغبة في تعلم حرفة النسيج. حرفة النسيج كنز من كنوز تراثنا، لا بد من إعادة إحيائه حتى لا ينتظر. فهذه رغبة كل حرفية ما يزال قلبها ينبض أملا في العثور على فتيات من جيل اليوم تقبل على تعلم هذه الحرفة التراثية الأصيلة.